خلال يوم الغد دائما استمرار للأجواء الحارة على المناطق الشمالية، لكن عن حالة سماء تبقى دائما أجواء مشمسة صحوة على الشمال وحتى على الجنوب. للإشارة فقط، رياح ستشتد على مناطق الجنوب الشرقي وكذلك أقصى الجنوب، ما يعمل على تطير الرمال خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد. 6 درجات فقط على منطقة الأوراس، مقاييس ما بين 16 إلى غاية 21 درجة على الواجهة الساحلية. ننتظر 17 درجة على ولاية بسكرة، 15 درجة على كل من إليزي جانا وتمنرا، 26 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد دائما درجة حرارة تفوق المعدل الفصلي، ننتظر 34 درجة على العاصمة، 33 درجة أقول على تيزي وزوال، بويرة ترتفع لغاية 36 درجة وهذا على معسكر غليزان وشلف، جنوبا تصل لغاية 30 درجة على غردية بسكرة المغير توغرت حتى على حاسم سعود ورقلة وإليزي، 29 درجة على ولاية جانت، ترتفع لغاية 35 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر جميل هادئ تقريبا على طول شريط الساحل، حتى رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الجمعة كذلك نهاية الأسبوع يوم السبت إن شاء الله وحتى بداية الأسبوع القادم، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما نفس الوضعية الجوية، استقرار في حال الطقس بعد انقشاع ضباب خلال الصبيحة على الواجهة الساحلية. للإشارة فقط، خلال يوم الأحد سحب ستلتحق على مناطق الجنوب الغربي حتى درجات الحرارة ستعرف بعض التراجع بداية من يوم الأحد إن شاء الله.